الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية سقوط النجوم من السماء في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله صرامة. سنش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل خير. تساقط النجوم في المنام للعالمين ابن سيرين والنابلسي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. تساقط النجوم في المنام دليل على وفاة أقرب الناس للحالم. سقوط النجم على الأرض دليل على وفاة الأشخاص والعلماء المؤثرين في الحياة. سقوط نجم في مكان معين دليل على حدوث كوارث في هذا المكان ودليل على كثرة التهديدات الموجودة فيه. يقول العدد من المفسرين إن سقوط نجوم كثيرة من السماء من الممكن أن يكون دليل قوي على وجود العديد من الشهداء في هذا المكان. تفسير سقوط النجوم وتسبب دمار دليل على غضب الله على أهل هذه المنطقة ووقوعهم في المعاصي والمشاكل. إذا نظر الرجل المتزوج إلى النجوم في المنام فهذا دليل على أن الله سوف يرزقه بأطفال متفوقين في حياتهم. رؤية النجوم المضيئة في الحلم دليل على الخير والبركة والمال الكثير الذي سيكون من نصيب الحالم. تفسير النجوم الجميلة المضيئة يعتبر دليل على السعادة الكبيرة التي يعيش فيها الحالم. يجب على الحالم ألا يتكبر على غيره وأن يتواضع مع كل الناس. تفسير النجوم المضيئة في حلم الفتاة العزباء يعتبر دليل على زواجها قريبا من شخص ناجح ومجتهد. كما أن تفسير النجوم المضيئة في حلم المطلقة دليل على سعادتها الفترة القادمة ورزقها بزوج صالح وسري. النجوم اللامعة بالنسبة للفتاة العزباء دليل على قرب موعد زواجها من شخص كريم ناجح وله مستقبل مبهر. سوف تتقارب الفتاة العزباء من أشخاص ناجحين ومتميزين في حياتهم. سوف تكمل الفتاة العزباء حياتها في أمان واستقرار وطمأنينة. إذا سقطت النجوم بكثرة في حلم الفتاة العزباء فهذا دليل على أنها سوف تفشل في تحقيق أهدافها أكثر من مرة في الفترات القادمة. سوف تخفق الفتاة العزباء ولكنها سوف تتمكن من مواصلة طريقها نحو النجاح والتميز. يقول العدد من المفسرين إن سقوط النجوم إشارة إلى عدم تحمل الفتاة المشاكل الصعبة والمشاكل واحتياجها لشخص قوي بجانبها. تفسير رؤية النجوم وخصوصا في النهار يعتبر دليل قوي على الخير الكثير الذي سيكون من نصيب الحالم، حيث أن اجتماع نور الصباح والنجوم في ذات الوقت دليل على السعادة والصدفة الجميلة التي سوف تكون من نصيب الحالم. تعتبر النجوم اللامعة في الحلم دليل قوي على الخير الكثير الذي سيكون من نصيب الحالم ولكن في المستقبل وليس الآن. حلم رؤية النجوم في النهار بالنسبة للشاب الأعزب دليل على قرب زواجه من فتاة أحلامه. النجوم ترمز إلى تحقيق الأمنيات في الحياة، ولذلك حلم النجوم يدل على الأشياء الإيجابية التي سوف تكون من نصيب الحالم. رؤية النجوم في حلم المتزوجة دليل على رزقها الواسع. يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله النجوم في المنام تدل على الرزق والخير. رؤية النجوم اللامعة في السماء تدل على أن الحالم شخصا شريف. النجوم في الحلم دليل على السفر. رؤية النجوم تتحرك في الحلم دليل على تغيرات في حياة الشخص الحالم. رؤية النجوم اللامعة في السماء ذات اللون الأزرق دليل على الفرح والسعادة التي سيكون فيها الرأي. تلألؤ النجوم في السماء أثناء الحلم يكون بشرى بالزواج والارتباط برجل ذو علم وثقافة. إذا رأى الشخص النجوم تتساقط في الأرض فسوف يصاب
أهل هذه الأرض بالمرض. من يرى في المنام أنه يحمل النجوم في جيبه فهذا يدل على أنه سيكون ذات عزة وشأن كبير. رؤية النجوم في الليل القاتم اللي هو الشديد الليل يعني دليل على أن الله سوف يهدي هذا الشخص الرائي. النجوم في السماء دليل على الأمنيات والرغبات التي يرغب فيها الرائي. رؤية النجوم البيضاء دليل على الفرح والبهجة الشديدة. النجوم البيضاء في الحلم في الحلم والع... النجوم البيضاء في الحلم في الحلم تدل على العدل والخير الذي يعم على الرائي. النجوم بالنسبة للرجل تدل في الغالب على المال والحصول على الشهرة. رؤية الشخص النجوم في السماء وهي تلمع ومنبثق منها ضوء فهذا يكون دليل على النجاح والتفوق. رؤية الفتاة العزباء النجوم في المنام علامة تشير إلى تغير حياتها للأفضل. النجوم في المنام الفتاة العزباء دليل على البشرى بالزواج في القريب العاجل. رؤية النجوم دليل على الراحة النفسية التي تشعر بها الفتاة. النجوم في المنام دليل على الحظ السعيد الذي سوف تحصل عليه هذه الفتاة. رؤية النجوم في الحلم دليل على مولود ذكر. النجوم مؤشر بولادة سهلة وسريعة خالية من التعب. رؤية الرجل تساقط النجوم من السماء على منزله دليل على خوفه الشديد من أهل المنزل. رؤية الرجل النجوم تسقط على رأسه فهذا دليل على أنه يخاف من الموت. إذا رأى الرجل النجوم تسقط على الأرض فهذا مؤشر بأنه يخاف على نفسه كثيرا. رؤية الرجل في الحلم أنه يسير في الطريق ويهتدي النجوم فهذا دليل أنه شخص صالح ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الرجل النجوم تسقط على رأسه فسوف يصاب بمرض. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وما تنسوش يا أخوانا ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على إمام الدنيا بأسرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا ختم القرآن الكريم يا أخوانا. يا أخوانا الجزء الواحد من القرآن بيساوي 100,000 حسنة. يعني اللي يقرأ كل يوم جزء ربنا بيكتب له 100,000 حسنة، ومش 100,000 حسنة وبس، ده بيمحو 100,000 سيئة قصدهم. الله عز وجل قال إن الحسنات يذهبن السيئات. ومين منا اللي ما عندوش السيئات بالذات في هذا الزمن؟ الصفحتين قصاد بعض كده يا اخوانا 5,000 حسنة. ختمة القرآن الكريم كامل تعدل وتساوي 3,000,000 حسنة، ولكن هذا في حالة واحدة إذا تقبل الله سبحانه وتعالى من العبد. والله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وفضله وكرمه الواسع. وكمان السورة المنجية من عذاب الله في القبر والمانعة من عذاب القبر هي سورة الملك. والحديث الصحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله. اللي يحافظ على سورة الملك نقرأها ليلا، يعني أول ما المغرب يأذن دي الليل، اللي يقرأها كل يوم ما بتاخدش 3-4 دقائق كمان ترتيل وكلام واضح، تنجي الإنسان بإذن رب العالمين وتشفع له من عذاب القبر. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل سوء في الدنيا والآخرة. وآية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة أيضا تمنع الإنسان اللي هو يعذب أيضا في القبر. والحديث الصحيح بيقول اللي يحافظ على آية الكرسي لن يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني اللي بيحل بين الإنسان وبين دخول الجنة هو الموت فقط. دي اللي بحافظ على آية الكرسي في دبر كل صلاة، يعني بإذن الله ما فيش عذاب في القبر. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه في القبر ويوم القيامة، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.